استنى بس، العربية بقى بتعمل ايه؟ بنحط ربع كوباية مسحوق ونص كوباية تمام في الألوان، نص كوباية فقط. تمام هنا مكان الدواء أو المعطر، في مشكلة هنا كده؟ لا، مية مية. بداية السودا دي الباور، لو تحت كده مفيش أي حاجة منورة. تمام. ده بيلف معايا يمين وشمال في الاتجاهين، تمام؟ يمين وشمال بيدي أي برنامج حضرتك ممكن تختار أي برنامج. دي البرامج بقى دي ما أنا لسه هشرحها كده. أوف، تمام. اللي فوق دي تمام، كل برنامج مكتوب عليه كوتون أبيض. تمام. ألوان ألياف صناعية، جينز أبيض شديد اتساخ، طرد وعصر، شطف وطرد وعصر. الطرد والعصر والشطف وطرد وعصر دي برامج إضافية. تمام. غسيل يدوي وأصواف، حراير، غسيل مخلوط، غسيل سريع، فرش بطاطين، عناية أطفال، ملابس رياضية. تمام. هنا بتحكم في التمبريتشر اللي هو درجة الحرارة. كل ما أنا بقلل درجة الحرارة كل ما التايم بيعايا بيقل. تمام. يعني أنا لو جبت كده على 90 هتلاقي 3 ساعات و5 دقايق، كل ما أنا بقلل كل ما التايم بيقل. تمام. هنا بتحكم في قوة العصر، كده بدون عصر، كده ولا تعصر ولا تطرد، كده عصر اللين. تمام. اوكي. دوت بريوش اللي هو غسيل مبدئي، دوت بيزود مع حضرتك نص ساعة لو حضرتك شايف ان الغسيل محتاج اللي هو ايه ياخد نعة الأولى. تمام. ده ايزي اير، سهلة الكوي. تمام. كل حاجة مع حضرتك ما بتختارها من دوت بيزود معاك تايم. دوت شطفة زيادة، هي اوريدي بتشطف مع حضرتك 5 مرات، لو حضرتك شايف ان مستدعية للستة حضرتك بتدوس عليها. تمام. دوت الديلي ستارت، حضرتك ممكن تخليها تبتدي تشتغل من ساعة لحد 24 ساعة. ايه تعمل ايه؟ تخليها تبتدي تشتغل بعد ساعة، بعد 2 لحد 24 ساعة تبدأ تشتغل. تمام. يعني بعد، يعني مثلا حضرتك ممكن تظبطها بعد 24 ساعة تبدأ تشتغل. تمام. هتبدأ تشتغل للتايم اللي هو 3 ساعات وثلث. تمام. حضرتك لو شايف ان التايم دوت كتير جدا على البروجرام، حضرتك هنا في زرار ظبط التايم تمبريتشر. تايم اسف، تايم ماسنجر. تمام. طبعا احنا بنفتح الباب بنحط غسيل وبنسيب ابديت ايد. تمام. تمام. وبنقفل الباب كده. اخر حاجه بنقفل عليها دوت. حضرتك شايف المفتاح ده هيثبت حالا، ثبت. تمام. طول ما المفتاح ده ثبت كده يبقى الباب لوك. دي مش بتلف زي الغسالات القديمه، دي بتفضل زي ما هي لحد ما البروجرام ما يخلص. ده التايم دوت بيقل تدريجيا، عامل زي ستوب واتش لحد ما هتوصل مع حضرتك. يعني ما ينفعش هو البروجرام شغال تتحرك تتحرك اهو، بص اما تيجي تحركه هيديك ايرور خطا. حتى لو جيت تظبط اي حاجه لازم توقف بوز وبعد كده تبدا تغير. ويفضل حضرتك تفصل باور بعد كده تغير البروجرام نهائي. تمام. باور بقى اللي هو لانه مفتاح تمام، اللي هي الشريط الرصاصي. تمام. هي زي ما قلت لحضرتك اخر حاجه بتدوس عليها دوت بيعمل عامل زي ستوب واتش، اول ما يوصل معاك ل 00 وتلاقي المفتاح ده اختفى يبقى هي كده خلصت. كل اللي عليك مشكوره، هتفصلها باور تقدر تفتح الباب بكل سهوله. لو اللمبه دي المفتاح ده لسه موجود يبقى الباب ما ينفعش حد يقدر يفتحه عشان المقبض ما يتكسرش. تمام. بس كده، مفيش اي اسباب تانيه؟ لا.